اسمي احمد علي سيري، بمدرسة احسان علي ناصر، عايش بالاوزاعي، بيت متواضع على قدنا. نحن 5 اشخاص بالبيت، بروح كل يوم الصبح على المدرسة وبيجي بعد الظهر. انا مرموش حادي، عمري 17 سنة، ساكن بالاشرفية، بتعلم ثانوية الاشرفية الاولى للشباب. من هواة الباسكتبول وعم بتبادل اوقاتي مع رفقاتي عساسين وجعتين يعني مناطق يعني هون. في مرة يوم تنان ثاقبت، كنا دوبنا خالصين امتحانات، فاتت لعنا الناظرة وأبلغتنا إنه عنا رحلة على المسرح. خالصين من امتحانات، متوترين زهقانين، فانبسطنا وفرحنا بعد ما قالت لنا إنه عنا رحلة. ورح نحضر مسرحية، وبطلب منكم الانضباط لأنه نحن حنكون مع ناس تانيين، يعني من مدارس تانية من مناطق مختلفة. فمين بحب يسألني سؤال قبل ما نطلع على المسرح؟ تفضل. بس بأي منطقة؟ منطقة الحمراء. كمان حيصير في نقاش ويكن عن الموضوع ولا؟ أكيد في نقاش، أكيد في تحليل للأمور، وهذا نحن بنحكي عن شخصيتك. بدنا نسألك، إذا بتجاوب بيكون شيء حلو كثير. بس في بنات هونيك؟ إيه نعم، في بنات. هذا بهمك الأمر أنت؟ في اختلاط، أنا بحب الاختلاط، أنا مع الاختلاط. نحن عنواننا كبير وغني، يعني التنوع يغنينا. لما طلعنا من المدرسة نروح على المسرحية كنا مبسوطين، كان بس همنا نروح نغير جو وننبسط ونرتاح شوي من الدرس. بس طلعنا بالبوست يعني كان طريقنا كنا شيء كثير ضحك، يعني عم نرقص ونزقف. أول شيء بحب وجه تحية للشباب الطيب اللي معنا بالأوتوكار، تحية كبيرة وحب خاص لأخي مارون، وبحب أهدي الغنية لوطننا العزيز لبنان. تعال وتطعم يا دار وحبي يدرج وناسك دائر بالطعم وطعم. وصلنا، كان في كمان غير مدارس تشاركين معنا بهالمشروع، كان موضوع مسرحية عن تنوع واحترام التعددية واحترام الرأي الآخر. فكان في بنت طلعت عم تعطي رأيها يعني، بس كان صوت شوي طريقة صوتها غريبة، فضحكنا كلنا، وصار في كمان شباب صاروا يدافعوا عنا وشي يقول لي عم تدافع عنا. انه في شاب كان عم بيتزنخ على اغلبية التلاميذ، انه كل ما واحد يشارك كان عم يتسأل عليه، فيمكن هاول يتزنخ عليهم، يمكن بيقبلوا يتزنخ هو، يمكن ما بيحكوا شي، ما بعرف. حطيت ايدي على رفيقي عبطته، قاعد زهقان عبطته، عم بقول عبطه خايفين ما يهرب. أنا سكتت، كان في بنات وكنا إنه بجو انضباط، بديش أفشل المعلمات ولا بدي أعمل شيء. في ناس بتضحك لأنه صوتها كثير. ليش بتضحكوا؟ شباب ليش مش قادرين نقبل المشكلة المختلفة؟ فبس خلصت المسرحية، قمت قلت له بس لمين كنت عم بتقول هيك؟ قال لي لك شو بدك تعمل؟ راجع وتارك اجريها ونيك، واليوم داير على الكرسي عم بيبيع ورود ليعيش. بلادنا العظيمة عم بتروح خيراتها للآخرين، والناس بالكاد عم بتعيش. والاشياء السيفزات اللي صارت يعني على الشبان، صار واحد يقول له شيل ايدك عنه شو حيهرب منك، حبه ايش يعني هيك سطحيه. فما احتمل هو، ونحن ما قدرت علينا انه هو يعمل يدافع عن حاله، فكبر براسنا وبراسه وصار مشكله.
كان في بالمسرح ثلاث مدارس قعدات كنا قاعدين نحن اصلا من البنات لحال شباب هي هيدي القعده انه ما بعرف انه هي يمكن كمان كان غلط انه كانت تجمع المدارس اثنيناتهم مع بعضهم مثلا كل تلميذ يحاول مدرسه ثانيه يتعرف ويعطيهم مجال يتعرف الشباب انه حطوها انه كانوا قاعدين بالصف بس انه بغير موقع والتقسيم اللي قعدناه يعني هو مش انه سبب رئيسي لتصير المشكل بس انه يعني فينا نحده انه لو كان فينا نتفاديه يعني وراء الشغله بعد ما صار المشكل كان المدرستين اللي علقوا شيء مش طبيعي يعني كله بالعام يعني كنا بدنا نرجع نفوت وندفش بعض لا بدنا نفوت نعمل مشكل شيء هد... يعني مش قدروا يهدونا كان في حرام البنات عم يركضوا يلاقوا ليه مشكل وشي منهم نص البنات عم يضحك في حلا احسن مشكل قعدوا قعدوا هيك بس انه بالنهايه انحلت يعني وبعضونا عن بعض بس صرنا على البوسطه بقول لك يا يعني كل التلاميذ من صفنا بدهم يعملوا مشكل ما كان حدا انه قال لا خلص قطعت كنا كلنا على قرار واحد زعلنا شفنا في واحد عشان معه مشكل صار كل واحد يلوم الثاني انه ليش ما فت معه ويقولوا لي ليش ما عطلنا كنا كلنا فتنا معك وكنا كبرناها اكثر انه هو كان وضع بدي لك وظيفه الاستاذ يعني هون او شغلته كان يهدينا لانه خلص سوق يا شباب صار يقلنا عيب شو هالشغل انتم جايين تمثلوا صار مدرستكم وتزغروا عقلكم كمان اشياء او تبهدلوا حالكم يعني انتم مش زعران وكلكم اولاد اهل وهيك ثاقبت رحنا على المدرسه وطلعت إشاعة إنه سبوا رمز فكل الشباب توترت وعصبت وصاروا بدهم يكبروا المشكل فتاني يوم الصبح بيجوا اللجنة اللي نظمت المسرح وسألونا سألونا إنه قعدوا يستفسروا إنه ليش صار المشكل فقلنا لهم كل شيء ف سابت هن عم بيدوروا على تلميذان من كل مدرسة ليشاركوا بالتصوير أفلام مسرحيات كذا وسابت نحن كلنا اثنان فأجت فرصة سألنا سؤال إنه بس تشوفوا مارون شو راح تكون ردة فعلكم ما رجعت على البيت يعني وعم فكر بقصة المشكل شو صار معي ستقول إنه مش بدي بقى شغله كمان هدلت حالي بس انه مش ندمان على المشكل كعملت اياه لما عرف بي انه احنا حنرجع نتصالح مع الشباب بالاول قال لي انه اذا مزبوط مثل ما قال لك انه حس حيتصالحوا هذا شيء منيح لك يعني اكتسبت شيء يعني اجتك نتيجه حلوه من هذا المشكل اللي صار معك رحت على المركز قال لك انا ما كنت بتطمن على شغله فكر انه ما حيتصالحوا معي فك حيجي على المشكل بس انه كنت حاحترم مش اكيد لانك لو ما قال لي حاحترم الشخص اللي عزمني تتصالح انا وياه وعنده بالمكتب بس فجأت انه بس فاتوا الشباب انه اجوا سلموا علي وبيسوني ونحلت دغري من هالبوت انه صلحنا نحن وياهم يعني بس سلمنا على بعض يعني صار راح المشكل انه مثل مش انه قصه تنازل اما شيء هي بس قصه انه كبرنا عقلنا اثنيناتنا بصراحه بعد ما علقنا انه نحن كنا بجو مشكل او بجو توتر فيمكن ما اعرف حالي شو عم بعمل فهلا بعد ما صرنا صحبه نحن ومارون ندمت انه ليش حكيت معه وبنفس الوقت أنا ممنون لهاللحظة اللي صارت ليش علقنا منشان بالنهاية إنه بعد هالمشكل صرنا صحبي لو ما نعلق ما كنا عرفنا بعض تعلمت من وراء هالتجربة إنه مش ضروري من كل كلمة نعمل مشكل كان فيني أقول لمعلمته ونصور صحبي بطريقة تانية ما كان بالضرورة إنه نعلق أو نأذي بعض عشوائي لنصير صحبي يعني لا بس شغلت مع المشروع يعني فت معهم بالمشروع يعني كتير اشياء كسبتها منهم انه اول شيء انه حلو واحد يتفاهم انه مش انا واحد بيصدق انه عمل مشكل بيجي يقول ياي عملت مشكل خبطت وما ادري شو بس اذا بتجرب شعور انك فهمت مع واحد وفديت مشكل وتحس حالك انه انضجت انا بوجه نصيحة للشباب انه ياخذوا عبره من هالتجربه شيء كثير حلو يعني احمد على في الوقت مبسوطين يعني عم نعمل شيء جديد بحياتي برايك بيطلع فيلم حلو ان شاء الله شو ان شاء الله اكيد حيطلع حلو اكيد يورجو شو رايك باليوم كثير حلو النهار كيف لقيت المدرسه اي ناحية يعني كيف لقيت طلاب المدرسة مثل نفس الشيء وعم ننبسط معه الشجاعة والقوة مش انك تعمل مشكل وابو ظاهر بيعرف يتفادى المشكل يعطيكم العافية شباب ان شاء الله يا شباب